أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن مولانا صاحب العصر والزمان وعن والدي وإخواني وأخواتي وأهلي وأحبائي وجيراني وأصدقائي وعن المعتقلين والمطاردين والمبعدين وعن موتانا وموتاكم وعن الشهداء وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي 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 علي. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة على الدنيا بحمدك وثنائك
اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والغا، والسبل الراغبين إليك شارعا، وأعلام القاصدين إليك واضحا، وأفئدة العارفين منك فازعا، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مغذية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومنايل الظماء مترعى. اللهم فاستجب دعائي، واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتقى منائي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لي أوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا، واظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وادحذ كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتانا وموتاكم والشهداء اهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلوات على محمد وآل محمد.